منظمة سيما هي منظمة إنسانية معروفة قدمت خدماتها من 2011 للمعذبين وناس حي الجرحى والمرضى في كافة مناطق السورية المحررة. زيارة شوي مقتضبة لأنه برنامجنا مكثف، زرنا حقيقة مشفى الحجر في كفر تخاريم، وزرنا أيضا مشفى وسيم حسينو في كفر تخاريم، وأيضا مشفى إدلب الجراحي الآن الذي نقف خلفه، وسنعود إن شاء الله إلى عفرين حتى أيضا هناك فكرة إنشاء مشفى إن شاء الله في عفرين لتقديم الخدمات الصحية لإخواننا. ونحن نفخر في سيما أننا سنكون أول منظمة تقدم الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence في الخدمات الصحية لخلق جسر بين الكوادر الطبية عالية المستوى في كل أنحاء العالم للأطباء السوريين وبين الحاجات الصحية في داخل سوريا. نسعى أن نكون نحن وأخواننا في المنظمات الأخرى نقدم مثال حي كيف يمكن أن تدار المنظمات بأخلاقيات عالية وبشفافية وبحوكمة، ونوعد الأخوة المواطنين المصابين حقيقة والمرضى في كل مكان أن نستمر إن شاء الله على العهد في تقديم أفضل الخدمات وعليها جودة في المناطق السورية المحررة.